أرجو من سماحتكم أن تتفضلوا بإبداء رأيكم حول مؤلفات أبي الأعلى المودودي وأبي الحسن الندوي وسيد قطب. كلها كتب مفيدة، كتب هؤلاء الثلاثة رحمهم الله كلها كتب مفيدة، فيها خير كثير، ولا تخلو من بعض الأخلاط، كل أسئلة يخلو من قوله ويترك، ليسوا معصومين. فطالب العلم إذا تأملها عرف ما فيها من الأخطاء وما فيها من الحق، وهم رحمهم الله قد اجتهدوا في الخير ودعوا إلى الخير وصبروا على المشقة في ذلك. وأبو الحسن موجود الحمد لله وفيه خير كثير، ولكن ليس معصوما ولا غيرهم من العلماء، الأسماء للرسل عليهم الصلاة والسلام يبلغون عن الله، الرسل عصمهم الله في كل ما يبلغون عن الله، وهكذا الأنبياء. أما العلماء كل عالم يخطئ ويصيب، ولكن بحمد الله صوابهم أكثر وقد أفادوا وأجادوا نفعوا الناس. يقول مالك رحمه الله بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه، ما منا إلا راد ومرد عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يطلب العلم، وهكذا المؤمنة تطلب العلم، وكل واحد يتفقه في الدين ويتبصر ويسأل ما أشكل عليه، يقرأ القرآن يقرأ السنة يعتني حتى يعرف الحق بأدلته، وحتى يعرف الغلط إذا غلط العالم. ولا يجوز أن يقال هذا فلان العالم الجليل يقال قوله كله من نظر، لا، بل لا بد من النظر والعناية وعرضها الأدلة الشرعية فوافقها، وبل وما خالف الأدلة الشرعية ترك، وإن كان عظيما وإن كان له أجر عظيم وإن كان مجتهدا في الخير وإن كان مشهورا.